أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عقوبة جديدة ضد نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قبل بداية الموسم الرياضي الجديد. والاتحاد يدخل العام الرياضي الجديد بعد موسم صفري خسر فيه الفريق الأول لكرة القدم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الأخيرة. وإلى جانب خسارة الدوري، ودع العميد مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الرياضي الماضي من دور نصف النهائي على يد الفيحاء الذي توج باللقب فيما بعد. وفي هذا السياق، كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخ عن إلزام فيفا نادي الاتحاد بسداد 12 مليون ريال سعودي إلى النجم البرازيلي جوناس متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم السابق. وجوناس لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفترة من 2018 إلى 2020 قبل فسخ عقده بشكل رسمي. وأشار فيفا إلى أن 12 مليون ريال تتضمن مستحقات متأخرة للنجم البرازيلي لدى العميد الاتحادي، بالإضافة إلى قيمة علاج بطن اللاعب وإصبعه، وفقا لما ذكره الشيخ عبر حسابه بتويتر. وأعلن الشيخ تقديم نادي الاتحاد استئنافا أمام المحكمة الرياضية الدولية، والتي اقتربت من إغلاق ملف القضية بشكل نهائي. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.